أوضاع المدرسة عندنا يعني بصراحة من ناحية العنف بتواجه جميع أنواع العنف. ضرب، شتم، مشاكل بين الطلاب أو غير الطلاب. بصير مثلا في الحجارة، في العصي، أي إشي جنبهم بضربوا فيه، قزاز، أي إشي بشوفوه جنبهم حديدة بخبطوا فيه بضربوا فيه ما بهمهم. ضرب قوي يعني مرة على الوجه وبوكسات وكوف وهيك، مرات شتم سبوا بعض. أشكال العنف عندنا في المدرسة تتلخص تقريبا بشكلين، اللي ظهرت بالنسبة لي شكلين، العنف اللفظي والعنف الجسدي. أغلب حالات العنف اللي بتواجهنا هون بالمدرسة تتعلق بالعنف اللفظي، اللي هي مهارات يعني بنات بيفتقدوا لمهارات الاتصال والتواصل. المرحلة الثانية اللي هي مهارات أو العنف الجسدي، بس الجسدي شوي أخف، بس أغلبها العنف اللفظي. يوميا عندنا مشاكل العنف الجسدي، يوميا بنواجه العنف الجسدي بشكل كبير جدا. يعني الطالب بتعرض لعنف خارج المدرسة، وبيجي عندنا داخل المدرسة بفرغ الشحنة اللي عنده. يعني الأساتذة كلهم بيعرفوني إني محترم ومليش بالعنف والمشاكل وهيك، فناداني الأستاذ خالد بحكي لنا هيك في عندنا برنامج أجيال السلام، برنامج رائع جدا، فيه من وجه الناس للطريق الصحيح، يعني منخفف من العنف وفي أشياء كثير حلوة فيه. قبل ما أدخل البرنامج كنت مشاغبة وكنت أستهتر في كل إشي، أستهتر، كنت ما أستمع للآخرين وما أهتم. أنا اختاروني الأساتذة في البرنامج لأني يومياً لازم أنزل على المرشد 4-5 مرات، من جهة المسبات، من جهة الحركات اللي بيعملوها الطلاب في المدرسة. أتوقع أنهم اختاروني لأني قيادية، عندي شخصية القيادية زيادة، ما بحب أنقاد أبداً، دائماً بحب أكون أول إشي. أنا كنت من الناس اللي ما أحبش أحكي مع حدا ولا أشوف مع حدا، بس أظني هيك قاعد لحالي، وإذا حدا لمسنا أو عمل لي زي هيك سراير. كنت يعني أظلني أمزح مع الأولاد، أزانخ عليهم، يمزحوا معي، كنت أضربهم. كنت يعني ما أتقبل حدا، أي حدا يحكي عني أروح أعاتبه، لدرجة يعني إنه أمد إيدي عليه. الأسس اللي تم على أساس اختيار الطلاب اللي هي الطلاب مثلاً اللي في عندهم مشاكل عنف باتجاه أنفسهم وباتجاه الآخرين، أو الطلاب المنبوذين اللي شخصيتهم ضعيفة، يعني حاولنا أنهم يزيدوا قوة للشخصية تبعتهم، إضافة إلى بعض الفئات الأخرى اللي دخلت جديد في المجتمع مثل الطلاب السوريين، في عنا طلاب منهم، أو الطلاب المصريين بحكم تواجدهم في المنطقة عنا. واحد، اثنين، ثلاثة. برنامج أجيال السلام خلانا نكتشف إحنا كيف ممكن نعيش بسلام عشان ننقل السلام لغيرنا. يعني أنا تفاجأت بنفسي إنه كيف بقدر أتعامل مع طالباتي، تغيرت نظرتي أصلاً للطالبة، تغيرت نظرتي لطبيعتي أنا. يعني أنا مو جاي بس أعطي مادة جامدة، مادة تعليم وهيك، صرت لا، في جوانب إنسانية أكثر صارت تبين. حطينا إيدنا على أشياء وإبداعات موجودة عندنا ما كنا نعرفها. فادتني كيف إنه حسنت من أسلوبي بالتدريس، أو كيف بدي أوصل معلومة للطالب. فإحنا المعلومة اللي بدي أوصلها للطالب سنة نوصلها بجلسة رياضية وفنية، أنا صرت أستخدمها كمان معلمة كيمياء. أنا تخصص كيمياء مش دخل بالرياضة والفن، بس صار عندي تفكير وإبداع إني أبتكر شيء حتى أوصل معلومة اللي بديها للطالب. كيف نتعامل مع مظاهر العنف؟ أهم الصفات للإنسان ممكن إنه يكون إنسان عدواني، أهم السلوكات، أنماط التعلم لدى الطالب، على أساس إنه إحنا نقدر نسيطر. مثلا في طالب عندنا مثلا بيكون عنف جسدي، ممكن إحنا نسيطر عليه لما نعرف طريق التعلم، ممكن إننا نفرغ طاقاته باستخدام الموسيقى، باستخدام الرياضة، ممكن باستخدام الرسم. السالم مع السالم.
برنامج بين أثره يعني من خلال انعكاسه على سلوك الطلاب داخل الغرفة الصفية، برضو علاقة الطلاب مع زملائهم ومع أهلهم، ومن خلال ردود الأفعال اللي بتجينا من معلمينهم من أهليهم. يلا أسرع أسرع يلا أسرع 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 أسرع. في معلمات لما حصلوا إنه في طالبات صار لهم تغيير شكرونا على البرنامج وصار يحكي يا ريت لو إنه في يعني مجال تأخذوا عدد أكثر، حتى صار يقترحوا علينا أسماء طالبات. في أهالي يجوا على المدرسة تعرفوا علينا على أساس إنه طالبات يعني بناتهم تغيروا حتى في البيت مش بس سلوك في المدرسة. بيجوا الأمهات علي هون على المكتب وبيجوا بيحكوا معي تليفونات، والله فعلاً إنه بنتي تحسنت، لا بنتي هاي الفترة أنا حاستها يعني صارت شوي أجرأ. الأهالي اللي كانوا بناتهم مشاركات معنا بالبرنامج يبدو أنهم نقلوا هاي الخبرة للبيئة المحيطة لهم بالحي المحيط لهم، فصاروا ناس كتير يجونا على المدرسة بدهم أولادهم يشاركوا في البرنامج. فطبعاً كلياتنا عنا صفات داخلية زي ما حكيت صفات خارجية عن كل الأشخاص اللي حواليك بهالدائرة أو بالمجتمع اللي أنت عايشة فيه. اكتشفنا أنه البرنامج لا ما هو بيعيد بناء شخصية أو بيعيد تكوين شخصية لطالبات يمكن ما في حدا يوجههم، ما في حدا يرشدهم، ما في حدا يكتشف إيش في بذاتهم. هلأ إحنا صرنا نكتشف إيش البنت نوجهها، صارت هي نفسها تحط إيدها على أشياء أو نقاط أساسية بحياتها ممكن تغير مسار حياتها كامل. برنامج أجيال السلام كان برنامج مميز جداً، وهو مختلف عن البرامج اللي شاركت فيها المدرسة، لأنه كان البرنامج يخاطب عقل الطالب وروحه وجسده نفس اللحظة. حسيت أنه فعلاً أنه البرنامج أثر فيهم، صاروا يأخذوا صاروا يحسوا مثلاً أنهم أقرب إلنا، صاروا يحكون لنا مشاكلهم بشكل صريح جدا، مش زي بالاول مثلا في بحس انه في فجوه بيني وبينه، الان من خلال البرنامج هذا ممكن صار يحس حاله مقرب. في طلاب بالبرنامج ما كنتش احبهم، ما كنتش احب احكي معهم، ما كنتش احب اخلط فيهم بالمره يعني، فعن طريق هذا البرنامج صرت اشترك انا وياهم فرق، فهو او انا كنا نكسر حاجز الحديه بيننا لاهداف الانجاح هذا البرنامج. بدي كل وحده فيكم الصفه اللي فكرت فيها تعبر عنها، ممكن برسمه، ممكن بإشي من هالأشياء الموجود بدي تستخدميه لتعبري عن الصفة الحلوة اللي أنت فكرتي فيها بحالك. يلا ورجوني كيف نلف مع عطار بالساعة. يلا برنامج أجيال السلام كثير رح يساهم في رفع التحصيل العلمي، تحول الطالبات لطالبات عندهم نوع من الهدوء، نوع من السلام، نوع من الطمأنينة، اندمجوا معانا. أنا كان معدلي أسوأ بالصف الثامن، ما يعني كان معدلي نازل، بالصف التاسع ارتفع كثير بعد البرنامج. بتمنى للبنات اللي ما شاركوا بأجيال السلام هاي السنة إن شاء الله بيشتركوا فيها السنة الجاية. أتمنى أن الكل يشارك في هذا البرنامج في المدرسة كان أو سواء غير المدرسة عندنا بالحارة أو مش بالحارة. شو بتمنى؟ بدي يكون إلي دور كبير بهالبرنامج. بتمنى كل الطلاب المشكلجية اللي ما دخلوا هذا البرنامج يدخلوا ويتغيروا زي ما أنا تغيرت.